ما يزال سوق الكويت للأوراق المالية يعيش حالة من التذبذب الحاد بين ارتفاع وتراجع بين الجلسة والجلسة أو حتى خلال الجلسة الواحدة، في أجواء يغلب عليها عدم الثقة والبيع عند أول بادرة للربح أو أول إشارة للتراجع، لكن تراجعات حادة امتدت بشكل مفاجئ إلى المؤشرات الوزنية والأسهم الثقيلة، فنزف مؤشر كويت 15 23 نقطة في جلسة واحدة. الواحد لا يطمع من يشوف عنده مربح قليل لو فلسين ثلاثة يبيع ويرد يكيش ويقعد ينطر، لأن هالضربات راح يكررونها، لا بد أنهم يكررون حتى لو يوصلون السوق 10,000. ينزل السوق يشتروا من تحت، ولا ما في أي مبرر للنزول. أمس شوف السوق اليوم ضابط وماسك نفسه. وإذا كانت الأسهم الصغيرة المضاربية ترتفع وتتراجع وفقا لهوى المضاربين الكبار، فإن الأسهم الثقيلة لا تدخل عادة في مضمار المضاربة، وهو ما جعل الضغط عليها محيرا رغم ما يساق من مبررات بشأن انتظار حسم المحكمة الدستورية في آلية الانتخابات أو تأثير فرض رسوم على الأراضي الفضاء على بيت التمويل الكويتي. التراجع اللي حصل للكويت 15 هو تأثرا بالتراجع العام للسوق، أوكي. خاصة وإن الهبوط اللي حصل لسهم بيت التمويل أمس نتيجة الحكم الذي صدر كان له تأثير على مكونات أسهم الشركات المنطوية تحت مؤشر كويت 15، وهذا رد فعل طبيعي، وبيت التمويل قد أوضح بأن هذا القرار لن يؤثر عليه كبيانات مالية. وبعيدا عن المبررات، فإن تذبذب السوق يأتي بعد أشهر من الارتفاعات جمح فيها المؤشر السعري بعيدا عن المؤشرات الأخرى، وتحسنت فيها أسعار عشرات من الأسهم الرخيصة، وهو ما يجعل التصحيح مبررا ومطلوبا لتأسيس المزيد من المكاسب. الابتعاد الذي حصل من قبل المساهمين والمتداولين هو ليس خوف من سوق الكويت أوراق المالية، هم لديهم قناعة بأن السوق سوف يستمر بصورة إيجابية، ولكن يتريثون إلى أن تتضح الرؤية في المشهد السياسي وما ستؤول إليه بعض الأمور، خاصة عندما تتضح الرؤية. هنا سوف يقرر أن يقوم بعملية شراء بالأسعار الحالية، أن ينتظر أسعار مناسبة، يعني كلها هي تعتبر بالنسبة للقرار للمستثمر خلال هذه الفترة. التذبذب الحاد في مسارات التداول يضع السوق في حالة مستمرة من الصدمة والارتداد، وهو ما يؤثر سلبا على عوامل الثقة لدى المتداولين وعلى أحجام السيولة المتدفقة، إيجابيات عادت مؤخرا إلى السوق بعد سنوات من الغياب. أسامة رشيد، CNBC عربية، الكويت.